أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا، وبالتحديد من داخل قرية الشرق سمود بمركز أبو تيش في محافظة قنا. نلتقي الآن مع الشيخ عبد الحليم عبد المنصف ابن القرية والبالغ من العمر 60 عاما، والذي استطاع حفظ القرآن الكريم كاملا وتعليمه لأكثر من 30 شخصا من أبناء قريته رغم عدم معرفته القراءة والكتابة. لتفاصيل أكثر والقصة أكثر معنا الشيخ عبد الحليم، يعرفنا بنفسه ويكلمنا عن قصته وحكايته مع حفظ القرآن الكريم. تفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وسلم. عبد الحليم عبد المنصف أحمد من حافظة قنية قرية الشمرات شرق زمور. بدأت حفظ القرآن مع والدتي من سن 12 سنة، فحفظته في 3 سنين. فكنت يعني لا أقرأ ولا أكتب، فكنت يعني أقرأ لوالدة تقرأ لهم ونسمع سماع يعني. وكنت أتردد على مشايخ يعني كبار من الشيخ حسب وبشوشة والشيخ مشايخ كبار، فساعدوني في حفظ القرآن الكريم. بعد كده فتحت كتاب، فعلمت الكثير كثير منهم يعني عامل يعني ده بداية. في الأول اكتشفت صوته جميل، فقلت ابدأ من صوت محمد بن هشام. فأنا وتعلمت الأوقاف سنة 89، فبدأت أقرأ القرآن ويعني أجاهد فيه لغاية ما رب سبحانه أكرمني بحفظ القرآن الكريم. جميل. حضرتك قلت في البداية يعني حفظت القرآن على يد الوالدة. الوالدة. طيب الوالدة كانت متعلمة؟ الوالدة كانت من حفظ كتاب الله. بسم الله. وأبوها كان شيخ من قرية السلامات تبع أبو طيش بيت أبو سليم. ده أبوها كان من علماء المسلمين الشيخ عبد الله بن سليم. هي كانت حفظ القرآن وكانت تحفظنا هي وكانت تعلمنا الصلاة وتعلمنا القرآن يعني. أخذت يعني سمعت لها القرآن قبل ما تتوفى مرتين. فطلع لي لما تتوفى مرتين، فأخذت كل يعني الشيخ محمد صدق من الشهابة والحفلات ويعني أنا من الهواة الصوت الجميل يعني. فبدأت يعني حفظ القرآن، بس يعني إن الواحد يعني إيه إنه مع الفكرة تكتشف معاناة كثير في الحفظ يعني. فرب سبحانه وتعالى أكرمنا وكمان حفظ القرآن الكريم يعني. طيب حضرتك قلت إن موظف مؤذن في إحدى المساجد في وزارة الأوقاف. آل خليفة اللي إحنا حاليا فيه. اللي في البلد إحنا آل خليفة. طيب من شروط إنه لازم يكون حتى بيعرف يكتب أو يقرأ ولا لا يعني؟ هو كان الشروط إنه اللي يحفظ يكون قرآن ولا مؤذن يعني. يحفظ 3 أجزاء وأربع أجزاء. دي كانت من الشروط. الشروط إنه يعني مش داعي لك تكون وقت ماهر. المؤذن يحفظ جزئين من القرآن أو ترفع لشيخ المدير للمدير، قال لي حافظ كم جزء بتحفظ عن كل، قال لي ازاي يعني؟ والله على كده مولانا. كان لسه المسجد ما جددت شيء، امتحني في القرآن وربنا اكرمنا ونجحنا وعينا في المسجد يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب هل في حد مثلا من ابنائك حفظت القرآن؟ لا، هي بنتي شيماء حفظت القرآن. دي كلت حقوق أسيوط. حقوق أسيوط. ومحمد اللي كان معنا حاليا برضه بس ما كملش، وزياد يعني وصل لغاية ربع القرآن. بيت قرآني يعني يعتبر. ومعي بيت صغيرة ثانية اسمها سارة برضه يعني إن شاء الله بعد ماها الجزء الرابع أو الخامس يعني. فأنا يعني من الهواة اللي هم يعني يحفظوا القرآن، ومصر إنه أنا أحفظ الشيخ عامر القرآن، مصر يعني. إن شاء الله. لو هو مش مصر أنا مصر إنه أحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. الشيخ عامر اللي احنا سمعنا صوته منذ قليل طبعا، عالي يعني وبيت عريق وراجل محترم ودمه خفيف يعني، بس هو ايه يشد حلو معنا شويه يعني ان شاء الله. طيب نقدر نقول مثلا يعني حفظت القران او تعلم القران على يدك كم شخص من ابناء القريه تقريبا؟ وانا كنت فاتح كتاب كثير قوي كثير قوي يعني في الجامعات وفي المدارس وفي والما يقرأوا مع جود، حاليا برضو حفظناهم يعني كثير قوي في جامعات، وكانوا حاليا في المسجد ده مثلا خليفة يحفظوا علي هنا في المسجد كثير قوي ما اعرفهمش يعني. كان كتاب يعني يمكن 20 50 30 فيهم. احمد
فضيلة الشيخ برضه كان محب من محب الشيخ فضل الشديد. أيوة. كان معاه شرايط الشيخ محمود. ما هو قال لي في عندي مكتب مش عارف صدي حاله في اسم الشريط. فأنا مع الشيخ عامر يعني إيه، مش عشان الشيخ محمود بس عشان صوته حلو ويعني ورب سبحانه وتعالى كان صوت شجي. فالموهبة دي هو ممكن الإنسان يعرف نفسه في عنده موهبة مش كده برضه؟ صحيح. فأنا يعني مشدد عليه صراحة جدا، هو يتبعني يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى، وأنا أصلي تجيبولك باسمه إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى كل إنسان مسلم يحفظ القرآن إن شاء الله، يصلي حفظ القرآن الكريم. نسمع من حضرتك كده ما تيسر من القرآن كده، يعني تلاوة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. كلمنا عن الطريقة اللي بتحفظ بها طبعا الأطفال أو الطلاب اللي بيجوك وتنصحهم بإيه؟ والحفظ أولا عاوز يعني إيه، حبس، حبس النفس كل وقت. الشيخ للتلميذ يكون يعني جاهز للقراءة، يكون الشيخ رايح للتلميذ أو التلميذ بيقرأ عنده بيروح له يكون إيه جاي مجهز ربع الايه اللي هيقراه، بعد كده ياخذ يراجع. اهم حاجه ايه؟ المراجعه. قالوا اهل العلم من قراه خمس لم ينس، خمس ختمان يعني، خمس ختمان من قراه خمس لم ينس. فاخذنا يعني اهل العلم واهل الفضل علمونا كيف تحفظ القران، ولا الطريقه دي انك تعود على الحفظ عند محفوظ هو خلاص هي هيبدأ في الحفظ، ويبدأ في الحفظ القرآن الكريم ومراجعة. تمام. طيب يعني عاوزين نعرف أمنيتك كده إيه دلوقتي؟ تتمنى إيه؟ وأمنيتي أنا أمنيتي في دي. الشيخ عادل. طبعا الشيخ عامر ده احد صراحه لله واقولها احد التلاميذ خفاقة عالي الذي تتلمز على يد الشيخ عبد الحليم عامر. ده انا يعني اعز جدا ومن الحبايب، وارجو من رب سبحانه وتعالى اشوفه الشيخ كبير كبير قوي قبل ما عجز يعني. فانا يعني شادد عليه شويه بس هو يستحملني برضه، ورب سبحانه وتعالى يكرمه ويتم الحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. طبعا الشيخ عامر أحد التلاميذ الذين تتلمزوا على يد الشيخ عبد الحليم طبعا، واللي سمعنا صوته منذ قليل في بث مباشر سابق، ونسمع برضو ما تيسر من القرآن الكريم منه دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم
الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا نرجع مرة ثانية طبعا للشيخ عبد الحليم. طبعا عايزين نصيحة كده نوجهها طبعا للشباب اللي بينصرفوا عن القرآن الكريم وبعيدين عن القرآن الكريم، تنصحهم بإيه؟ أنصحهم اتقوا الله انت الغناء أولا، اتقوا الله في الوقت، اتقوا الله في كل نائب. الوقت دي من الأوقات اللي هي إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب من قائم ليس مكانه إلا الصحر، يعني الحديث مشهور رب من قائم ليس مكانه إلا الصحر، يعني قائم صهران بس مش في طاعة الله صهران. وذكر القرآن تكلم في آية سورة الزمر من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحفظ آخرته ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر الباب على القائم. ربنا طب المثل القائم في طاعته قائم في معصية، إن هو الأفضل عند الله اللي هو قائم في طاعة الله ربنا طب المثل، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحفظ آخرته ويرجو رحمة ربه. ربنا يقول للرسول رب الرسول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني اللي قائم في طاعة الله يصلي ويصلي ويقرأ القرآن، هل للمعاصي شغال على النت شغال على البرد. أنصح الشباب كل شباب العالم نتكل الله في النت، نتكل الله في الحدثات الخليعة والحدثات المحدثات اللي تودي جهنم والعياذ بالله. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا جميعا إن شاء الله. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، كنا معكم مع فضيلة الشيخ عبد الحليم عبد المنصف ابن قرية الشرقي سمهود بمركز أبو تيش بمحافظة قنا، والذي استطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا ويعلمه لعدد كبير من أبناء قريته رغم عدم إجادته وعدم معرفته القراءة والكتابة. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.